اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده وحلقه خاصه برنامجنا الاسبوعي نبض الاتحاد. وكما عودناكم دائما وابدا نستضيف كفاءات مميزه، كفاءات اثبتت همتها وبراعتها وحبها في خدمه هذا الوطن. من هذه الزاويه بالتحديد الدكتور طارق ابراهيم عبد الله، وهو المدير لمركز المعيار والتدريب القانوني، وهو من الكفاءات الموجوده من الذين اثبتوا العزم والجداره على خدمه هذا الوطن. رحبوا معي بهذا الدكتور عن قصة نجاحه وكيف بدأت، ونتحدث أكثر عن موضوع العالم القانوني مع الدكتور. بداية مساء الخير. مساء النور، شكرا جزيلا أستاذي، ويشرفني أن أكون في برنامجكم المميز. شكرا لك دكتور. طبعا دكتور طارق بعيد عن القاب، نعم، نتحدث بداية من هو طارق إبراهيم عبد الله وكيف بدأ مسيرته انطلاقة حياته في الإمارات. بدأت مسيرة انطلاقتي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل كمستشار قانوني لدى مركز يدعى مركز الدبلوماسي للتدريب الإداري، مستشار قانوني في القانون الخاص لمدة سنتين. وبعد ذلك بدأت بفكرة البحث عن الاستقلالية قليلا، عن بداية الاستثمار، بداية الشيء الخاص أو العمل الخاص بعيدا عن الارتباط بوظيفة معينة. بدأت الفكرة من خلال مطالعتي للعديد من قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة بحكم عملي كمستشار قانوني، وإدراكي حاجة المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة للتثقيف القانوني والتعريف بالقوانين، وخاصة القوانين الجديدة، سواء كانت قوانين محلية على مستوى إمارات الدولة أو قوانين اتحادية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل. فالمنظومة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي منظومة متطورة ومنظومة متكاملة، وكل يوم في شيء جديد، كل يوم في شيء جديد، سواء تعديل لقانون أو إصدار قانون جديد بما تتطلبه المرحلة الحالية وما تتطلبه الأمور في دولة الإمارات العربية المتحدة. من أبرز القوانين التي صدرت حديثا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون حماية الطفل وديمة، قانون الاتجار بالبشر وتعديلاته، قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وتعديلاته، ومنظومة كبيرة جدا من القوانين الاتحادية. هذه القوانين ليس الكثير من الأشخاص يعرفون معنى القانون أو فحوى القانون أو ما هي مواد القانون أو ما هي الأمور التي يجرمها هذا القانون، ما هي العقوبات التي تترتب على ارتكاب العديد من الأمور التي تعتبر جرائم ولكن يراها أشخاص آخرون بأنها ليست جريمة. صحيح. ربما بسبب عدم ثقافتهم القانونية الممتدة أو الوعي القانوني الممتد. بدأت الفكرة بفكرة إنشاء مركز متخصص لتقديم هذه المعلومة، تقديم هذه الثقافة القانونية. المراكز التدريب في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة كبيرة وغالبية كبيرة منها تتجه للتدريب الإداري، وهو جانب حيوي ومهم جدا، لكن قلة عدد مراكز التدريب أو شركات التدريب المتعلقة بالتدريب القانوني هو الأمر الذي دفعني لإنشاء شيء جديد، نشر ثقافة جديدة، تخصص عملي جديد. تقوم فكرة إنشاء المركز، بدأت فكرة إنشاء المركز بإنشاء مسمى مركز المعيار لخدمات التدريب القانوني، وكان المركز منذ عام 2017 منذ انطلاقته يقدم خدمات التدريب سواء لطلاب القانون أو المحامين المتدربين أو الأشخاص الموظفين في الشؤون القانونية سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، وممن يحتاجون إلى دورات معينة لإغناء المعرفة في مجال عملهم والتطور. بدأنا بهذا الموضوع لمدة سنة ونصف تقريبا، بعد ذلك قررنا التوسع بهذا الموضوع بأن تم تحويل اسم الشركة من المركز إلى شركة أعمال. الآن بدأت تقدم خدمات واسعة وخدمات كبيرة وخدمات وشريحة كبيرة من الخدمات لخدمة أكبر عدد ممكن من أبناء المجتمع. فأصبحت الآن تقدم خدمة التدريب القانوني المتكامل للمستشارين القانونيين، التدريب القانوني للباحثين القانونيين، التدريب القانوني للمحامين المتدربين، التدريب القانوني للموظفين في بعض الدوائر الحكومية أو المؤسسات الخاصة ممن يريدون دورات متخصصة، سواء كانت دورات إدارة العقود، دورات التحكيم التجاري، دورات الطعن بالأحكام، دورات الإجراءات الجزائية وإلى آخره. فنحن نقدم عدد كبير من الدورات، ربما لا يتسع اللقاء على
للبحث بها والتركيز عليها بشكل كامل. هي منظومة متكاملة من العمل القانوني تقدم خدمة للباحث القانوني لكل شخص مهتم بالقانون. في البداية كان الاشتراك على هذه الدورات وهذه البرامج له شروط معينة، من أبرز الشروط أن يكون الشخص حاملا لشهادة القانون. جميل. الآن أصبحنا نرى أشخاص لديهم الاهتمام بالجانب القانوني لكن لظروف معينة لا يحملون شهادة القانون، فخصصنا لهم قسم خاص للمتدربين من الذين لا يحملون شهادة القانون. نحن نقدم لهم الثقافة القانونية، ثقافة القانونية، ثقافة تعريفية، ثقافة تعريفية كإدارة الملفات القانونية إلكترونيا. والخدمات التي نقدمها تساعد بالدرجة الأولى الباحثين عن عمل ومن الذين لا يحملون المؤهل القانوني. يتم تدريبهم على أشياء معينة، على أمور معينة للاستفادة منها في مجال عملهم أو تطوير خبراتهم. الهدف الأساسي لهذا التوسع وإنشاء هذه الشركة هو بالدرجة الأولى نشر الثقافة القانونية الرائدة، مواكبة كافة التشريعات الجنائية الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وغير الجنائية، وخاصة مع التركيز على القوانين الجديدة لتعريف الناس بها، لأن الثقافة القانونية هي أساس كل شيء بالمجتمع. صحيح. فعندما يكون الشخص مثقف قانونيا ولديه المعرفة القانونية الكاملة ولديه معرفة بكافة القوانين فهو أصبح إنسان منضبط اجتماعيا، وهذا يساهم بشكل كبير في انخفاض معدل الجريمة، في تسيير أمورهم الحياتية بشكل سلس وبعيدا عن أي مشاكل ومساءلات قانونية. طبعا لو تحدثنا الآن أكثر عن الثقافة القانونية خاصة في دولة الإمارات، الدولة المميزة بين دول العالم، من ناحية اقتصادية، من ناحية تجارية، من ناحية سياحية أيضا، تخبرنا أكثر عن الثقافة القانونية في الإمارات وإدارة هذه المنظومة. دولة الإمارات العربية المتحدة هي من الدول المتفردة بنظام قانوني يعتبر من أقوى الأنظمة القانونية على المنطقة العربية وله ترتيب عالمي. السبب في ذلك يعود إلى عدة أمور. الأمر الأول أن السياسة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي سياسة فكر تنبع من فكر القادة والقائمين على دولة الإمارات العربية المتحدة. هم لديهم فكر للمستقبل واستشراف المستقبل، والقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا أصبحت تسمى قوانين المستقبل واستشراف المستقبل. بمعنى أن القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة ليس قانون جامد بل هو قانون مرن. مرن أن القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة تعدل بشكل مستمر لمواكبة التطورات الحديثة. قد يحدث أحيانا أن تحدث شيء جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تخصص جديد قد يكون استثماري أو علمي أو إلى آخره، هذا التخصص لا يوجد قانون لتنظيمه، فيأتي المشرع في دولة الإمارات العربية لإصدار قانون يتناسب مع هذا الشيء الجديد، أي مواكبة التطورات على كافة المجالات والأصعدة بتطورات قانونية تناسبها. نذكر على سبيل المثال في الجانب الاستثماري بالدرجة الأولى، دولة الإمارات العربية المتحدة هي من الدول الجاذبة للاستثمار بلا منازع. صحيح. وهي من الدول الأكثر جذبا للاستثمارات وخاصة الأجنبية. يعود السبب في ذلك إلى توافر العديد من العوامل الجاذبة للاستثمار موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة غير موجودة في بعضها من الدول. الآن المستثمر ماذا يريد؟ المستثمر يبحث عن الأمن والأمان، يبحث عن الاستقرار، ويبحث عن التسهيلات في الاستثمار. دولة الإمارات العربية المتحدة ذات موقع استراتيجي وحيوي هام جدا على مستوى العالم، هي من الدول التي تحتوي أكبر عدد من الموانئ، وهذا الأمر يشجع على الاستثمار في مجال النقل البحري أو في مجال خدمات الموانئ. هذا من جانب، وهو جانب بسيط بالنسبة للجوانب الأخرى. دولة الإمارات العربية المتحدة تحتوي على منظومة للبنى التحتية، هي من المنظومات الفريدة والمتطورة في المنطقة بشكل كامل، وخاصة فيما يتعلق بالموانئ والمطارات، خدمة الكهرباء، خدمة المياه، البنية التحتية، وكل ما تحتاجه الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، وبأسعار رمزية، وأحيانا قد تكون بدون مقابل تشجيعا للاستثمار.
صحيح. الشيء الثالث، دولة الإمارات العربية المتحدة تحتوي على منظومة مصرفية هي من المنظومات القوية والمنظومات الرائعة على مستوى المصرف العالمي. دولة الإمارات العربية المتحدة تحتوي على عدد كبير من المصارف، سواء كانت التجارية أو المصارف الإسلامية. هذه المصارف توفر للمستثمر كل ما يحتاج. ماذا يحتاج المستثمر؟ يحتاج بنك أو مصرف لفتح حساب بنكي، إجراء تعاملاته، الحصول على الشيكات. الآن أصبحت مسألة الحصول على الشيكات لا تتطلب من المستثمر إلا الدخول إلى تطبيق إلكتروني بأي مكان بالعالم، وخلال 24 ساعة أو 48 ساعة يكون دفتر الشيكات أو سجل الشيكات وصل إلى منزله. ماذا يحتاج المستثمر مصرفيا؟ يحتاج المستثمر إلى مصارف تقدم له التسهيلات، تقدم له القروض بضمانات معينة. الآن المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم القروض للمستثمرين بفوائد قليلة جدا، إضافة لهذا الأمر بميزات تعتبر ميزات كبيرة. من أبرز هذه الميزات الائتمان المصرفي، الائتمان المصرفي. التسهيلات التي تقدمها مصارف دولة الإمارات العربية المتحدة لا تقدمها مصارف أخرى في بعض دول العالم. المصارف الأخرى لديها متطلبات كبيرة من الشخص المقترض، متطلبات ربما أحيانا يصعب المقترض على تلبيتها، وهذا من حق المصارف لضمان حقوقها. لكن في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتطلب إلا أشياء بسيطة جدا، والشخص قادر خلال أيام على تسليم المصرف هذه الأمور. الأمر المهم في دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تشجيع الاستثمار هو المنظومة التشريعية التي صدرت وما زالت بحالة استمرار في ما يخص التشريعات المنظمة للاستثمار والتجارة في دولة الإمارات. على سبيل المثال، قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لعام 2015 الذي أحدث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا القانون جاء بنظام جديد ومستحدث للشركات لم يكن معروفا في دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة الشخص الواحد وإضافة للشركة القابضة. هاتين الشركتين ساهمتا بشكل كبير في دعم الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، فأصبح بإمكان الشخص الإماراتي أن ينشئ شركة ويكون فيها المؤسس هو نفسه الشريك الوحيد، وهذا وفر عليهم عناء كبير فيما يتعلق بالشريك الآخر أو تعدد الشركاء. الشيء الثاني، الشركات القابضة. الشركات القابضة لم تكن معروفة مسبقا في دولة الإمارات العربية المتحدة، الآن أصبحت تجتمع مجموعة من الشركات تحت اسم شركة قابضة وتنشئ مشاريع ضخمة كبيرة جدا نتيجة للبنية التحتية المرنة والبنية التحتية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة للتشجيع الذي تقدمه والمزايا. أحيانا من أهم وأفضل المزايا التي يقدمها الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الإعفاء من الضريبة. هناك في بعض الأحيان يتم إعفاء بعض المستثمرين أو نوع معين المستثمرين أو نوع معين الاستثمارات إعفاءات ضريبية. هذه الإعفاءات الضريبية تجلب الاستثمار، إضافة إلى ذلك سهولة استقرار المستثمر في دولة الإمارات. فالمستثمر في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم له كل شيء وكل العوامل التي تساعد على الاستقرار، فيستطيع الحصول على الإقامة له ولزوجته ولأولاده وهو في منزله. إضافة إلى ذلك، استحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة إمارة دبي بفكر وجهود سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله المناطق الحرة الافتراضية. المناطق الحرة الافتراضية هي إنشاء شركات افتراضية ليست موجودة على أرض الواقع ولكنها تهتم بالتجارة الإلكترونية. فكيف ما الحال بالمنطقة الحرة العادية؟ هناك منطقة حرة افتراضية، وهذه نقلة نوعية في مجال الاستثمار، لأن الاستثمار الإلكتروني حاليا هو الاتجاه الغالب في الاستثمارات التجارية. فكل عوامل الاستثمار وعوامل الاستقرار للمستثمرين موجودة في دولة الإمارات العربية، وهذا ما جعلها تتميز عن غيرها من الدول في مجال الاستثمار وجذب الاستثمارات وخاصة الاستثمارات الأجنبية.
تخبرنا أكثر عن هذا، خاصة في موضوع تعدد الجنسيات. دولة الإمارات العربية المتحدة هي من الدول المنفتحة اقتصاديا واجتماعيا. دولة الإمارات العربية المتحدة موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المرنة والمنظومة التشريعية القوية وفكر القيادة في دولة الإمارات العربية، الفكر المستنير، هو الذي جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول من الجانب الاقتصادي. اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على الاقتصاد المتعدد، لا يقتصر على نوع واحد فقط من الاستثمار. تأتي السياحة في درجة متقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لماذا دولة الإمارات العربية المتحدة هي مقصد للسياح من كافة أصقاع الأرض؟ السبب هو أنها دولة الأمن والأمان بامتياز. دولة الأمن والأمان بامتياز، هذا يعني أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أقل دول العالم بمعدل الجريمة. دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة المتقدمة في المنطقة ولها ترتيب دولي في مجال مكافحة الجريمة بكافة أنواعها. صحيح. هذا يعود إلى السياسة الأمنية التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي سياسة الوعي والمتابعة الشاملة والتدريب المستمر. رجال الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة هم من الرجال المتميزين في كافة الأمور الأمنية. كشف الجريمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ربما لا يحتاج بعض الدقائق، وشاهدنا في المواقع الإخبارية وفي المواقع الإعلانية كيف أنه في إمارة دبي يتم كشف المجرمين بدقائق. هذا السبب أو هذا الأمر يعود لعدة أسباب. أولا، دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءات الوطنية الخبيرة. صحيح. من الناحية الأمنية. الشيء الثاني، دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أكثر دول العالم ضبطا للحدود. ضبطا للحدود يعني منع دخول العوامل الإجرامية من خارج الحدود. صحيح. دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد بشكل كبير على التقنيات الحديثة، وهذا أمر مهم جدا، أحدث طفرة في المجال الأمني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة استخدام الأجهزة التقنية الحديثة في المجال الأمني، ولا سيما أجهزة التعرف على بصمة الوجه، وهذه الميزة لم تطبق إلى الآن إلا في دولة الإمارات العربية المتحدة. صحيح. فأصبحت قوات الأمن والشرطة تستطيع معرفة المجرم عندما تلتقط وجهه إحدى كاميرات المراقبة المخصصة لهذا الأمر، ويتم إلقاء القبض عليه. أيضا، من أحدث الأجهزة المتطورة موجودة في مطارات الدولة أجهزة الكشف عن المخدرات في الطرود البريدية، وهذا شيء جديد وشيء مستحدث. أيضا، من أبرز ما يعزز الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة هو وجود الشرطة الإلكترونية، الجرائم السيبرانية والإلكترونية التي ربما تكون خارج الحدود. الآن الشخص في دولة الإمارات العربية المتحدة كمستثمر، كزائر، كسائح، أصبح يشعر بالأمان حتى على مستوى جهازه النقال. هو يأمن على شخصه ويأمن على مواقعه الإلكترونية ألا تتم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، لأن هناك رجال يسهرون على أمن المستثمر وأمن المواطن وأمن الزائر والسائح. جزاهم الله خيرا وأمدهم الله إن شاء الله بالصحة والعافية. دولة الإمارات العربية المتحدة تحتوي على أكثر من 200 ديانة. 200 ديانة، وكلها طبعا ديانة أو معتقد. دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأولى في العالم التي لم تسجل إلى الآن أي حادثة ازدراء أديان، ربما بعدد قليل جدا تعدي على الشعائر الدينية، على الرغم من وجود هذا الكم الكبير من هذه. السبب هو أن دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى الاستقرار الأمني والأمن والأمان، هناك الجانب التشريعي الذي شكل ضابطا لهذا الموضوع. فأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يعتبر الأول عالميا، والذي يجرم الازدراء الأديان، يجرم الاعتداء على الآخر. أيضا تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة التسامح، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي أطلقت عاما كاملا للتسامح. فهذه العوامل وهذه القوانين وهذه المنظومة التشريعية الرائعة شكلت حاجز لحماية المستثمرين والسائحين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا لو رجعنا الآن نعم. نظرتك المستقبلية في الإمارات دولة الإمارات خاصة بالتشريعات القانونية، ما هي سعادة الدكتور طارق؟ دولة الإمارات العربية المتحدة هي من الدول
التي تعتمد على استشراف المستقبل. استشراف المستقبل أي رسم الخطط الاستراتيجية لما بعد عام 2020. وهذا الأمر بشكل أساسي يجعل المستثمرين، السائحين، الزائرين، المواطنين مطمئنين على مستقبلهم. صحيح. استشراف المستقبل لا يقف على حد معين، بل يمتد ليشمل كافة الجوانب الاجتماعية والقانونية والصحية والطبية. فاستشراف المستقبل القانوني هو أحد جوانب استشراف المستقبل في الاستراتيجية التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة. نظرتي للمستقبل هو على مستوى شركة الميار لخدمات التدريب القانوني بالدرجة الثانية، وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بالدرجة الأولى، هو نشر الثقافة القانونية بشكل موسع، التعريف بالقوانين التي تصدر حديثا، مواكبة كافة التشريعات التي سوف تصدر مستقبلا عن المشرع الإماراتي فيما يتعلق بالاستثمار وتشجيع الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات العربية المتحدة الآن أصدرت حزمة من التشريعات والقوانين الحديثة التي سيمتد تطبيقها إلى سنوات وسنوات، وسيصدر بعدها قوانين أخرى مثل قانون السماح للشركات التجارية بافتتاح ترخيص بنسبة 100%، المالك يكون أجنبي بنسبة 100%، الإقامة الدائمة، الميزات الأخرى الجاذبة للاستثمار. فإن شاء الله باعتقادي أن المنظومة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تكون أكثر مواكبة للتطورات على الجانب الاقتصادي، وسنرى إن شاء الله في المستقبل القريب مجموعة أو حزمة من التشريعات فيما يخص الاستثمار، فيما يخص تشجيع الاستثمار، فيما يخص الشركات التجارية، ومواكبة ما كل ما هو جديد من هذه الأمور. صحيح. طبعا سادي قطع تقلنا ورجعنا إلى شركة الميار. نعم. تقولنا أكثر الموظفين وضعيك عن كوادر توظيفية لديك خبرات متميزاتهم واختيارك لهؤلاء الموظفين. شركة الميار لخدمات التدريب القانوني تحتوي على مجموعة من الموظفين من ذوي الكفاءة والاختصاص. هم من الأشخاص المتميزين، هم تواجدوا معنا منذ افتتاح الشركة، منذ البداية. لديهم خبرة قانونية كبيرة، لديهم مثابرة، لديهم روح الابتكار، لديهم تحسين الشغل حتى الأفضل. فمنهم مختصين بمجال القانون، ومنهم من حملة الشهادات العليا الماجستير في الهندسة البترولية، ومنهم من حملة الشهادة العليا الماجستير في إدارة الأعمال. فهو لكل منهم اختصاصه وعمله حسب ما يتناسب مع موقعه ومنصبه الإداري. جميل. والوظيفي في الشركة. منشورات القادمة؟ المنشورات القادمة إن شاء الله أنا حاليا بصدد إعداد عدد من المؤلفات والكتب فيما يتعلق بالقوانين الجديدة. الآن إن شاء الله قريبا سوف يتم الانتهاء من كتاب عنوانه شرح قانون مكافحة جرائم التمييز والكراهية معززا بالأحكام القضائية وآراء الفقهاء، وهو كتاب سيكون من 250 صفحة، لأنني لاحظ خلو المكتبة الإماراتية أو من هذا النوع من المؤلفات، والسبب في ذلك هو أن القانون جديد، قانون حديث. أيضا لدي موسوعة عن التحكيم، هي 5 أجزاء كل جزء 200 صفحة بعنوان قواعد وإجراءات التحكيم التجاري وفقا لقانون مركز دبي المالي العالمي ومركز القاهرة الإقليمي وقواعد اليونسترال الدولي ودور التحكيم في جذب الاستثمار. الآن التحكيم هو الطريق البديل للقضاء، فعندما يتم منازعة ما بين بالأمور التجارية بين شركتين أو بين شركة وفرد، يفضلون اللجوء للتحكيم أكثر من اللجوء للقضاء. لماذا؟ لأن التحكيم سرعة إجراءاته، لديه سرعة بالإجراءات، والتحكيم يعتبر بمثابة الحل الودي بعيدا عن المحاكم، فتتم أمور التسويات عن طريق التحكيم. فالتحكيم التجاري أيضا يعتبر أحد معززات الاستثمار في دولة الإمارات، لأن المستثمر يحتاج لمنظومة قانونية تحميه، منظومة قانونية تحميه وتحمي تجارته وتحمي استثماره. فقوانين التحكيم سواء كان القانون الاتحادي الذي صدر في عام 2018
الذي يشكل نقلة نوعية بالنسبة لقوانين التحكيم. قبل صدور هذا القانون لم يكن هناك قانون اتحادي للتحكيم، كانت عبارة عن القوانين المحلية في كل إمارة مركز خاص للتحكيم، وهذا المركز لديه قانون خاص. على سبيل المثال مركز تحكيم الشارقة، مركز تحكيم دبي المالي العالمي، مركز تحكيم رأس الخيمة وإلى آخره. الآن هذه القوانين بقيت كما هي، ولكن صدر قانون اتحادي. فالقانون الاتحادي وقوانين التحكيم المحلية هي موضوع هذه الموسوعة، وكيف أنها لها دور كبير في تعزيز الاستثمار في دولة الإمارات وبث الاطمئنان القانوني لدى المستثمر. المستثمر عندما يكون مطمئن بأن حقوقه محفوظة وأن تجارته بأمان، هو يستثمر ويشجع غيره من المستثمرين. فهذه القوانين لها دور كبير في تشجيع المستثمرين وطمأنتهم وتشجيع الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. ما هي رسالة الشكوى التي توجهها إلى شيوخ حكام الإمارات على ما وفره لنا من جميع نعمة الأمن والأمان بيئة الاستثمار الناجح؟ في نهاية هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل لسيادة أو لسمو لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ألبسه الله ثوب الصحة والعافية، حفظه الله ورعاه، لما قدمه من فكر قانوني متميز أصبح الأساس القانوني الذي تسير عليه كافة التشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأتوجه بجزيل الشكر للسادة أصحاب السمو حكام دولة الإمارات العربية المتحدة لما يوفرونه ووفروه من تسهيلات للمستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة كشركتنا هذه. هم قدموا لنا كل ما نحتاج، ونحن نتقدم لهم بجزيل الشكر والثناء، ونتقدم لهم بتمنياتنا بآيات الصحة إن شاء الله والعافية. أمدكم الله سمو حكام الإمارات بالصحة والعافية، وأعاننا الله عز وجل لأن نكون عونا ومشاركين في نشر الثقافة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتكم الحكيمة، لأن الأمم بفكر قادتها تسير، ودولة الإمارات العربية المتحدة تسير نحو العلا والمجد والتميز والريادة حتى على المستوى العالمي بفكركم وبتوجيهاتكم السامية وبالمحفزات التي تقدمونها سواء لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أو لنا نحن كمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. جميل. طبعا في نهاية برنامجنا، ما هي رسالة الشكر توجهها لأشخاص مميزين كانوا بحياتك، كانوا داعمين لك من البدايات حتى الآن؟ في نهاية هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل لكل من مد لي يد العون في إنشاء هذا المشروع المتميز. طبعا من لا يشكر الله لا يشكر الناس. شكر في بداية لله عز وجل الذي وفقنا لإنشاء هذه الشركة، ولمن رعانا ونحن أطفالا صغار وزرع في نفوسنا حب العلم وقدم لنا كل ما يستطيع بهدف الوصول إلى هذه المرحلة. إلى روح والدي المرحوم إبراهيم العبد الله، وإلى والدتي العزيزة أطال الله بعمرها، وأخوتي وأخواتي، هذا على المستوى العائلي. ثم أتقدم بجزيل الشكر لأشخاص لا أريد ذكر أسماءهم، لهم في قلبي معزة خاصة، وهم كانوا من أبرز المشجعين وخاصة في الخطوات الأولى في هذا المشروع. ثم أتقدم لأسرة قناة سم الخليج بكافة الشكر والتقدير والاحترام لإتاحة هذه الفرصة الجميلة وهذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله نحو لقاءات أخرى وفعاليات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طبعا شرف كبير لأن مستقبلنا معنا في أحد حلقاتنا سعادة الدكتور طارق إبراهيم عبد الله، وهو أحد أعمدة هذا الوطن وأحد الكفاءات الموجودة في الإمارات من الأشخاص الذين دائما وأبدا نفتخر بوجودهم بيننا في زراعة حب وخدمة استثمار هذا البلد أكثر وأكثر. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم، وقد عنا الله إن شاء الله لنكون عند أو بقدر المسؤولية التي وضعنا أنفسنا فيها إن شاء الله، ونحو ثقافة قانونية رائدة ومجتمع يملأه الحب والتسامح والود. وأدام الله نعمة الأمان والاطمئنان في دولة الإمارات العربية المتحدة،
وأطال الله بعمر حكامها وشيوخها لما قدموه ولما سيقدموه، لأنهم هم في نهاية المطاف هم المنارة التي تستنير منها الأجيال القادمة النور. طبعاً في نهاية هذا البرنامج أنا بتشكر على الدكتور طارق، وإلى هنا أعزائي المشاهدين كان معنا في هذه الزاوية أحد الكفاءات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة وأحد أعضاء مجلس هذا الوطن العزيز على قلوبنا، وهو سعادة الدكتور طارق إبراهيم عبد الله، وهو مدير شركة المعيار لتنمية الثقافة القانونية. وفي النهاية انتظرونا بكفاءة جديدة كما عودناكم، ودمتم بأمان الله. Thank you.